من جانبه قال عضو وفد المعارضة السورية عن منصة القاهرة جهاد مقدسي في لقاء له مع أخبار الآن، قال إن الأولوية في الأزمة السورية هي لإيجاد حل سياسي ومحاربة الإرهاب والتطرف. حقيقة هلا بتسمع أنت من وفد السلطة على طول إنه التركيز على موضوع محاربة الإرهاب، لكن بنهاية المطاف الدعوة المقدمة لنا هي لنقاش الانتقال السياسي والركائز الثلاث التي طرحها دستور التي نتيجتها هو الانتقال السياسي، الدستور، الحوكمة والانتخابات. فأنا أعتقد محاربة الإرهاب تبدأ بالانتقال السياسي. والهدف لماذا ليس موضوع أولويات ومكاسرة مع السلطة؟ لأن يجب أن توحد المجتمع السوري ولكي يحارب معك كل ما هو إرهاب بشكل مشترك. ولن يفعل المجتمع السوري ذلك بكل شفافية إن لم يكن هناك حل سياسي بالبلد. لماذا يعني يقف يعني أي فصيل مسلح يتعرض لقصف من السلطة يقف ليدافع عن السلطة عندما تقصف؟ يعني منطقيا لذلك نقول الانتقال السياسي بشكل مشترك هو الكفيل بمحاربة